أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. مساء الله دكتور زاهر عبد اللطيف، مدير مركز جهوي لتحقن الدم. يخص بعد العوائق اللي نقدروا نسميها عائق التبرع بالدم، كاين شي اشخاص ولا كاين اناس اللي ما تيتبرعوش بالدم. علاش؟ تيقولك لان كنتبرع بالدم ولكن نهار تنوقف عليه انا ولا نهار تيوقف عليه شي مريض تيخلصوا. الوغ نطمئن الجميع بان البيع ديال الدم في القانون المغربي تعتبر جريمه، وكاينين قانون واضح اللي تيجرم هذه المساله ديال بيع الدم، وكاين هناك عقوبات جزريه تقدر توصل حتى السجن وغرامه ماليه. اللي كاين ان الدم، انا كنأكد هذه القضيه هذه وكنتحمل مسؤوليه، ما تتباع ما تتشرى لسبب بسيط جدا ديما تنقولها وتنعاود نقولها، لان ما يمكنش نتمنوا هذاك النقطه ولا ديك القطره ديال الدم اللي عتقات لنا واحد الروح، واحد السيد ولا واحد السيده، مريض مريضه، جريح او جريحه، كان في خطر ديال الموت، وهذيك القطره ديال الدم اللي تبرع بها واحد الانسان عتقات هذيك الروح هذيك. واش ممكن نتمنوا هاد القطره ولا هاد سميتو الكميه ديال الدم؟ الوغ بالنسبه للناس واخدين واحد الفكره غلط، وفايت ليا وضحتها وغادي نعاود نوضحها. كيف قلت لكم الدم ما تتباع ما تتشرى، ولكن هذاك الدم ملي تناخذوه من عند المتبرع تستلزم مصاريف، يعني ان قبل ما نعطي الدم لواحد المريض هذا الدم هذا كيدوز بزاف ديال المراحل، وهذه المراحل كلها كتطلب مصاريف. اولا كاين مصاريف ديال الاخذ ديال الدم، ان الدم كناخذوه في اكياس كنسميو حنا اكياس ثلاثيه بوست خيبل، ذات استعمال الوحيد والمعقمة، هذا المصروف الأول. ثانيا هذا الدم هذا قبل ما نعطيه للمريض ولا بد كنتأكدوا منه بأن سليم من الأمراض المعدية اللي كتنقل بالدم، منها الالتهاب الفيروسي الكبدي من نوع بي، الالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع سي، داء فقدان المناعة وداء الزهاري، هذو كلهم امراض معديه اللي كتنقل بالدم، وخاصنا قبل ما نعطيو هذاك الدم للمريض خاصنا نتاكدوا بان هذا الدم هذا خالي من هذه الامراض. ثالثا كاين المحاليل المختبريه اللي تتاكد لينا الفصيله والنوع ديال الدم ديال المتبرع، لان الدم كيف كتعرفوا راه كاينين فيه فصائل، وكل مريض عنده فصيله خاصنا نعطيو الفصيله ديالو، دونك كنتاكدوا من هاد الفصائل ديال الدم. وعاد كاين المسائل ديال التخزين، لان كيف كتعرفوا هاد الدم هذا اللي كيتبرع به الانسان راه كنفرقوه لثلاثة ديال المنتوجات. كاين المركز الكريات الحمراء اللي عنده التخزين ديالو في خزان ديالو في واحد الدرجة حرارية معروفة. كاين مركز الصفائح الدموية حتى هو خاصو واحد المكان ديالو، واحد الآلة اللي كتمكننا باش نحافظوا عليه واحد المدة زمنية. وكاين البلاسما فري كونجلي اللي حتى هو عنده آلة ولا سميتو المكان فين تنخزنوه اللي حتى هو عنده واحد الدرجة اللي معروفة. دونك هاد المصاريف كلها اللي كتصرف على الدم قبل ما يوصل للمريض، المريض يساهم بواحد القدر من هذه المصاريف هذه. يساهم. يعني أن ديك المساهمة اللي تيعطي السيد تيعتبرها بحال راه خلص بها الدم، وراه الدم كيف كنقولها وتنعاودها ما تيتباع ما تيتشرى، ما عندنا باش نخلصوه، ما يمكنش نخلصوه، لأن الثمن ديالو سيدي ربي اللي تيعرفوا، لأن كيف قلت لك أنا هذيك القطرة ديال الدم ولا ديك الخنشة ديال الدم أنا بالنسبة لي توازي روح ديال الإنسان. دونك اشنا هو الثمن ديال هذه الروح؟ الا قدرنا نتمنوا الثمن ديال الروح ديال الانسان يمكن غنتمنوا هذيك الخنشه ديال الدم اللي تبرع المتبرع. ولكن كنعاود نقولها، المريض او العائله ديال المريض تساهم في المصاريف اللي كتصرف على هذيك الخنشه ديال الدم قبل ما توصل للمريض. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في شان يوتيوب وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.